كتكون ستيل ديال الاغنيه ديالك انه كيمزج ما بين شبابي وما يعني كلمات سهله وكتلقى كلشي انه حافظ. بصراحه داكشي سبونطاني، داكشي كنغني داكشي كنعيشو يوميا، الحياه اليوميه بحال اي جو، والحمد لله الناس كيعجبهم داكشي بزاف وفرحان كنكون بحال هكا. الرساله ديالك للجمهور علاش كيتفاعل معاك اليوم؟ باش نسمعها رساله اليوم سي ديجا شكرا لكم بزاف، شكرا على الحضور ديالكم، شكرا على الوقت ديالكم، حيت وقتكم باش تجي تفرج واحد الوقت ديال واحد الانسان، شكرا بزاف وكنتشوفوا البروشين فايت ان شاء الله. وواحد التي ميساج للجون ديال العريش خويهم بوغيف. شفنا نحا تبارك الله عليك، شفنا واحد سارة موسيقية يعني جميلة معك، كتمزج فيها البوب يعني مودرن يعني، وفيها ميكساج ديال الموسيقى سيرتو، عندك السيل ديالك تاع انسبيراسيون الموسيقى القناوية. كنت قلنا على هذا الحفل الفني اللي كان متميز، الحفل ديالك كنت قلنا عليه، هذه الألوان الموسيقية اللي عملتها. الموسيقى ديالي؟ نعم الموسيقى ديالي أنا الحمد لله حتى كما قلت لك أنا كنت في المغرب، عندي التراث المغربي في العروق الحمد لله، والموسيقى ديالي فيها كل شيء، حتى العصر الأكادير شوية الشلحة شوية الشعب المغربي حتى هو على برا على شي كلش الحمد لله تلاحظ معاهمش، وشاش كان الموسيقى ديالي ما عندهاش فرونتيير، نمشيو نغنيهم دور نعم، واستعمل البيلانغوي يعني اللغه الفرنسيه، لاحظنا كتمزج بين اللغه الفرنسيه واللغه العربيه، يعني واش الاختيار ديالك اللغه يعني عنده واحد الاثار، سيرتو ان لاحظنا الجمهور اللي عندك حافظ الاغاني ديالك باللغات الفرنسيه الى اخره. الوغ باللغه العربيه واللغه الفرنسيه، حتى انا 14 عام مشيت لفرنسا قريت تما شويه، ولحد الان باقي ساكن تما، شكون كان ناتش غادي فرونسي، بديت كنغني تما صافي غنغني فرونسي، ابخي قلت ما نقدرش بقى نغني فرونسي، سيتي بلو فور كو مو، باغي نغني بالعربية، عربية قلت انا نغني بالعربية، باغي نغني الشعب ديالنا. نعم، وشنو هي الارتسامات ديال مع العالم، التفاعل اللي وقع مع الجمهور؟ شنو كتبغي؟ التفاعل، الارتسامات ديالك، التفاعل مع الجمهور كيفاش تفاعل معاك؟ كيف قلت لك سبونطاني، سبحان الله بعد الله تما سبونطاني، الناس كنتكلم معاهم عادي بحال اي واحد في بلاصتي، والناس كيعجبهم الحال. بحكم عندك جمهور شبابي ناشئ، واش كتفكر انك دير شي فيديو كليب في العرايش؟ واش عندك شي ارتسامات على العرايش من حيث زيد شو الوسط، عمل الوسط، عمل لي ميكرو الوسط، معماري ديال العرايش، كنشوفوا بزاف ديال الناس داروا كليبات هنايا، واش كتفكر مستقبلا دير كليبات؟ ان شاء الله بك بليزير ضروري، نقدر كاع ندير كليب في المغرب كامل، نديرها في المغرب كامل، ان شاء الله ضروري هو بشي، بلوس المغرب زوين. جربتي تسكر العريشيه ولا لا؟ انا يلاه جيت اليوم. مرحبا بك. مرحبا بك. مرحبا بك موحى. مرحبا بك موحى. شكرا. رد عليك الا بغيتي ترجع عندي تعاود تسمعني. مرحبا بك موحى. شكرا جزيلا.